عقلي يا كوشي. ليه؟ بعدين معاك ظاهر ان انا شربت كتير ويظهر اني مش هقدر اكمل. وانا مش هسيبك. بعدين معاكي عايزاني يعني ازعقلك قصاد الناس؟ لا، عايزك ترقص معايا. أظن مالكش حاجة. خطوة خطوة، مفيش عقل من كده. صباح النور. ازيك؟ كويس كويس، بس اصل انا امبارح ما كنتش كويس، يعني شربت كتير وتعبت، حسيت اني مش طبيعي. انت كنت طبيعي جدا، بس لو سهرنا بعد كده ما تبقاش تشرب كتير عشان ما تسيبنيش فجأة كده على البيست وتمشي. روحي شوفي ماما حضرت الفطار ولا لسه. لسه بتحضر. انت عايزة حاجة؟ صحيح هتسافر؟ ايوه. فجأة كده؟ شغلي كده. اوصلك للمطار يا مدحت؟ لا يا دولة، تخليك انت مرتاحة، انا اتفقت مع السواق يوصلني. يا سلام عليك يا دولة، نفسي مرة اسافر من غير ما اشوفك زعلانة. انا مش زعلانة. اشوف وشي بخير. تروح وترجع لنا بالسلامة. الله. ايه ده يا ابو سيد؟ ايه اللي صحاكي دلوقتي؟ عشان اسلم عليك. ربنا ما يحرمكوش من بعض. اشوف وشك بخير يا بوسي. اشوف وشك بخير. يا دوب الحق معاد الطياره. ايه ده يا ابو سيد؟ عشان ترجع بالسلام. دي موضه طلعوا فيها الاولاد دلوقتي. ميرسي يا ابو سيد، اشوف وشكم بخير. وانت من اهل الخير، ترجع لنا بالف سلام. الله يسلمك. اهلا وسهلا. تفضل. انتوا تعرفوا بعض؟ لا، احنا اتقابلنا على الباب. مدام كريمه، معرفه قديمه قوي من زمان. عادل جارنا. اهلا وسهلا. وحشاني يا حبيبتي. وانت كمان يا ابو كريم. يلا يا بوسي، يلا عادي على المكتب. يلا. عن اذنك يا ابو. اتفضلي يا بنتي. اصله بيساعدها في المذاكره. اهلا وسهلا، اتفضلي في الصالون. مين دي اللي بتقولي لها يا ابو؟ دي مدرسه عندنا في المدرسه. بس هي دي بتقول لك وحشاني قوي، هي مش بتشوفك كل يوم؟ ها؟ لا، اصلها كانت بتدرس لنا زمان. عشان كده بتقولك يا بوسي. ايوه يا اخي، هو تحقيق. مستحيل، كانت فين السنين دي كلها؟ ترميها في الشارع وهي لسه مولوده، وجاي دلوقتي تدور عليها؟ هي ما رمتهاش في الشارع، قلتلك من البدايه هي ولدتها في القصر العيني، وتعمل لها شهاده ميلاد، وتالت يوم هربت وسابتها. رمتها في الشارع، رمتها في المستشفى، النتيجه واحده، باعتها واشترت نفسها. دي ام؟ هي الام اللي تحبل وتخلف وترمي؟
ولا اللي تحب وتضحي وتكبر. عندك حق في كل اللي بتقوليه. هي ما فكرتش تشوفها الا بعد الحادثه اللي حصلت لها لما اتقلبت بيها العربيه في الطريق الصحراوي. هي في مستشفى ايه؟ الكاتب، اوضه 505. انا اللي هروح لها. وهتقولي لها ايه؟ هقول لها اذا كانت هي ضحت ببنتها زمان فانا ما عنديش استعداد ابدا اضحي ببنتي دلوقتي. ازاي عرض بنتي لموقف زي ده؟ تعملي لو اكتشفت ان التانيه عايشه؟ ما هي لازم تعرف. اقول لها ايه؟ اقول لها ازاي؟ ما اقدرش ما اقدرش ما اقدرش. الست حالتها خطيره، جايز تعيش وجايز تموت. اذا كنتيش تقدري تصرحي بوسينا اصارحها انا. لا لا اوعى اوعى. بتتكلم جد؟ يعني انت دلوقتي ولي امري ومسؤول عني وعن البيت كمان؟ بأمارة ايه يا ابني؟ بأمارة انك خطبتي. انت اللي خطبتك يا عدولة. ما احبش مراتي تقول لي يا عدولة. يظهر ان انا اتجوزت وانا مش واخده بالي. بقول لك ايه يا عادل، انصحك ما تذاكرش كتير. مش مهم تتخرج السنه دي، اصل كتر المذاكره بتبوظ المخ، تخليك كده تقول اي كلام في اي حاجه. فكري من هنا لبكره، مهما كان الامر صعب دي مساله ضمير. عن اذنك. واستاذ حبيبي يا مدحت، ربنا ما يحرمنيش منك. مع السلامة. حسينة حسينة حسينة، لا ماليش نفس، بس يمكن ازهق من البيت اخرج. مفيش خروج من غير اذن. فهم؟ باي باي. صباح الخير يا ابو سين. صباح النور. استني يا ابو سين انا عايزاكي. ابو سين انا مش عارفه ابتدي الموضوع ازاي ومنين. هو الموضوع خطير للدرجه دي؟ كفايه انه بيهدد علاقه ام ببنتها وبنت بامها. وايه اللي ممكن يهدد علاقتنا ببعض؟ زعلانه مني عشان خطفت منك السماعه؟ انا اسف. بوسينة امك الحقيقيه عايشه. عايشه؟ ماما ماتت وهي بتولدني. ده بالنسبه ليكي انت بس. بالنسبة ليكي كنت عارفة انها عايشة؟ تكلمي. تقدري تقولي لي ايه اللي وداني الملجأ لو كانت عايشة؟ وبابا عايش هو كمان ولا مات؟ ساكتة ليه؟ اتكلمي، انت عايزة تجننيني. بتلوميني انا يا ابو سينة؟ مش صحيح الكلام اللي انت بتقوليه، مش صحيح ابدا. مستحيل اصدقه. لو كانت عايشه رميتني في الملجأ ليه؟ الملجأ ده بيروحوا اليتامى مش كده؟ مش بس اليتامى. يعني انا لقيتها؟ انت بنتي انا.
انا لقيتها. ما كنتش اتمنى يدور الحديث ده بينا في يوم من الايام، لكن كان لازم اتكلم. طالبه تشوفك وهي بين الحياه والموت، خفت عليكي من الصدمه رفضت. ضميري عذبني، خفت لاجرى لها حاجه من غير ما تشوفك وتشوفيها. بين الحياه والموت؟